أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة، قال تعالى في محكم تنزيله: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها الأحبة، إلهي سبحانه وتعالى وحو كتابك سكت المامية غير نبي آدم وهدو إيدي مادان رسل xaggayga ka socota oo idinka mid ah waa idinka warramana aayaadkaygaba ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala. faman ittaqaa wa aslaxa falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun. Kuwii ilaahay ka cabsada ee qaata waxay rusushu la timi oo wa aslax suubanaado hagaagsanaado acmaashiisa fiicnaysiiya, falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun. Tiiraanyo iyo baqatoona korkooda ma aha nin baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala. Insaanka mashkiladaha ugu badan ee dunida ku qabsada waxaa ka mid ah alkhawf waalxusn. ilaahayna subxaanahu wa tacaala aayaad 14 gaadhaya buu ku tilmaamayaa waxyaabaha khawfka iyo xusniga bini'aadamka ka kaxeeya. waxay culimmadu yidhaahdaan isu imaatika bini'aadamka iyo maamuladooda taariikhda bashariga bay yidhaahdaan waa macdala, waa dhibaatooyinka ugu waaweyn ee taariikhda bini'aadamka soo mara, fii kulli zamaan wa makaan, waqti kasta iyo meel kastaba. waayo aadanuhu qumanidu waxay ku jirtaa ilaahay kitaabkiisa markuu ka tago laba mid unbuu maraabay leeyihin, ima tughyaan aw ilfawda, laa amna walaa istiqraar, deganaanshiyo iyo nabadgelya ma dhacda bini aadamku haddii aanu raacin ilaahay kitaabkiisa. labada gebi mid unbuu ka dhacaa, mid ah fawda, dadku inaanay yeelan nin kala dambayn oo fawda ay noqoto. fawdaduna dil iyo dhac iyo boob ayay sababtaa. aw ituqyaan ama dictatorship oo isna dhanka kale ah, kuwo kibray oo qooqay inay dadka maamulaan oo dabeetana dadku xorriyadooda iyo karaamadooda iyo dadnimadooda waayo oo iyana baqa iyo cabsi kale ku abuurta. waxay culimmadu yidhahdaan labada dhanba
هذا فوضى هاي نوابقة يعبسية عدم الاستقرار دقنا شيء الآن هذا الدكتاتور شبكي الطغيان كان نقطنا يدو نوا عبسية دقنا شيء الآن إذا بلشو أما أمة دي وحي هشاء الأمن النفسي والاجتماعي نفهان يبلشاهان بوحي النبض نقطة وحقف كيسو النبض الدريمة قف ولبا مركو الراعي له سبحانه وتعالى طريق إساس دقنا شيئها إيا النبض وحي علماء دكت المامانون إيها السلم التقدم والحضارة هرو مركب بن آدم كي حضارة ديسة سلانك الله فولا إنو يهي الاضراب والخوفنا دكو الدقي وايو حسلوني لوايو نبدي أمن لوايانا وطريق التخلف وشتك دبو دعا إنو لها أمره إلهي سبحانه وتعالى وحين قلت المامي يا وغهرين نبدي أمن غين إلهي كتاب كيسا لقاها له فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون حوالي 14 آية بإلهي وحكت المامية هدي كتاب كيسا لغوق مناضه هدي دين تيسا للراعه هدي الرسوشي سال الرمايه هدي جدك إلهي ودتك وسودك يا للراعه هدي هنونك أنيك إيجي ما الرعدان بإلهي لي فلا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ويا بقى كركي ناهان مايو مروغنا كركي ناهان مايس بل إلهي سبحانه وتعالى أن بدي أمن قسي آدنه فائدة وقليين جنة دي سمركو كورمي وحكوت المامين ايتهي دارت النبت قلي يده وآفات كدوني دا كردو عورنا إن لقى النبت قلي لهم دار السلام عند ربهم با إلهي كوت المامي دار نبضيت بي ألاك تيسي كولي إلهي وحكوت المامي وحدتك ويري يأينا دارتا نبضيتا والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم بل إلهي إسلام نمضب وحكوت المامي وضد النبض إنيتي سادرادد با إلهي وحلي قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه السبل السلام جدك النبض إلهي كهنونية عد الرعد كتاب كيسة ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم أمنوا أيها الأحبة ونعمة كو وحلقوها إلى إلهي كتاب كيسة للراعه هذا يدك الدين تعالى سقم من الرعان كوحيه لأن إطمئنان قلبية أمن نفسية نفهم بيودقان نفتو ذا حصشة ورور يتيران يمرقك مدعضه ما شو صعد أبو قرانا يا حق الرب إنك صعده حق كيمو أقيهي ما شو الدنيا كدن بين يسو قرانا يا إلهي اللي سوى دهرتاق يو قرانا يا ساو قد با إلهي وحليه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين إلهي وحينات المامية ألا وحيدين يبوهي كوى إيمان لقاها لأيدين كميدة الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات إيمان يعمل صالحة عدي لقاها له إلهي وحوب الله قاضي ليستخلفنهم في الأرض للكا إلهي خلافة دي سيدين دي بيا للكو إيدين دحلسين سيدي كو إيدين كيدين كو ريب الله دحلسيين وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم دين تودبا إلهي سبحانه وتعالى مكنسين دونه وتقوى ذلك الرئيس النقن دونته وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بقوه دبا ديدنا إلهي سبحانه وتعالى نبدبوه بدل دونه شرطه ويعبدونني لا يشركون بي شيئا وأدونك مركا لتشوقه إلهي وحولي نبدا أدون باني دونك الصينية آيات كان وحي كورمينا الدنيا آخرنا وهم من فزع يومئذ من فزع يومئذ آمنون بإله إليه آخرنا ويبدبادي يعني وفزع يعني بتكترته لبدا قرب بدبادي إليه بإله إليه سبحانه وتعالى نبضه يدقنا شيئا سياسة ديت وغاية
oo islaamku u ictibaariyo lidaatihi inuu gaayaadka la raadcaynayo ka mid yahay. Sidaa awgeed baa qur-aanka aayaad badani waxay ku tilmaamayaan qofku inuu nabad diintiisa u helo, inuu nabad u helo naftiisa, inuu nabad u helo maalkiisa, inuu nabad u helo cirdigiisa iyo nasligiisa iyo sharaftidiisa. adaruuraat alkhamsada ay culammadu ka waramaan waa mas'ala aynu qofku nabad intaasi oo dhan u heli karo si uu rabbi subxaanahu watacaala kaligu u caabudo. waxaana ilaahay qur-aanka aayaad badan ku tilmaamaya waxa sharaa'icda loo soo dejiyeyba inay tahay nabaddaa in la helo, nabaddaa in la helo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala sharciga u soo dejiyey. nabiyullaahi muxammedna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa adduunka inaan waxbaba kaa maqnayn haddaad saddex shay isla hesho. wax aadanuhu raadiyaa adduunka waa saddexdan buu nebigu ku tilmaamaya: man asbaxa minkum aaminan fii sirbih mucaafan fii jasadih cindahu quutu yowmih fakaannamaa xiizat lahu dunyaa bixadaafiriha. nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, ninka waa bariista isagoo ah mucaafan aaminan fii sirbih, kooxdiisa ama ehelkiisa ama bulshadiisa ku nabad qaba, aan cidna ka baqaynin, nabad qaba. mucaafan fii jasadih, jidh ahaanna u caafimaad qaba. cindahu quutu yowmi, maanta wuxuu cunana haysto. ninka saddexdaasi isugu kulanto inuu tolkii iyo dadkiisa la joogo ku nabad qabo, waanu qaxoonti meel daran ku ahayn ama kiisa ku nabad waayin, ee uu ku nabad qabo dadkiisa isagoo la jooga. aamin fii sirbi. waxaa kaloo la yidhi jirkiisuna uu caafimaad qabo oo amraad iyo waxaasi aanay haynin. waxaa kaloo nebigu ku tilmaamay maanta wuxuu cunana haystaa. adduunku waa in la cuno, un kama bato, saddexdan shay kama bato adduunka waxa bini aadamku raadiyaa. si awgeed buu nebigu wuxuu ku tilmaamayaa kaasi adduunyada ku soo ururtay adduun dhammaantiiba kaa wuu hayaa buu nebigu tilmaamaya. ilaahay subxaanahu watacaala markuu u gallad sheeganayay quraysh, ilaahay wuxuu leeyay falyacbuduu rabba hada albayt aladii acamahum min juucin wa aamanahum min khawf. ha caabudaan rabbiga baytulxaraamka leh ee gaajana ka quudiyey baqana ka nabadgeliyey. haddaba ayuhal axiba, amnigaasi qur-aanku uu ka waramayo nabadgelyadaasi asbaab iyo muqawamaat bay leeyihiin. hadduu dadku la yimaadana uu sugmayo oo uu jirayo, hadduu dadku la iman waayana aan la helaynin. ee labada fawdo, mid unu u dhacayo, ima inuu fawdada dictatorka u dhaco oo cid ku amarku taaglaysoo tunto sida caalamulislaami uu u badan yahay, ama inuu xagga fawdada u dhaco sida qaybo badan oo caalamulislaami ay ka tirsan ay yihiin. waa labada taraf oo labaduba cadamulamniya, labaduba khawf iyo cadamu istiqraaru yaallo, nabad iyo deganaanshiya labadaba aanu midna oolin. si awgeed baa ilaahay wuxuu tilmaamayaa kow, waxa deganaanshiya keena waa aliimaanu billaah, aladiina aamanuu watatmainu quluubuhum bidikri illaahi alaa bidikri illaahi tatmainu lquluub wa kayfa akhaafu maa ashraktum ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إلهي وحكو تلمام يكون نبض هايستا نفتو دا آني ورور دينات قبن هانون سنة جتك صحن قاضي waa kuwa ilaahay rumeeyey subxaana watacaala iyo jidkiisa haya. haddaynu islaamnimadeenna dhab u qaadanno, waxaynu helaynaa amni nafsiya, naf ahaan inaynu xasiloonaano. waxaynu helaynaa amni sixi iyo qadaa'iya, dhaqaal ahaan inaynu deganaano, xasilaano. waxaynu helaynaa amni akhlaaqiya, waxaynu helaynaa amni fikriya, waxaynu helaynaa bini aadamku nabadda uu u baahanyay dhammaanteedoo meel kastaba gasha. cirdigaaga iyo maalkaaga iyo naftaada iyo diinkaaguba waa nabadgelayaan. ama haddaynu jidka alle ka weecanno oo qaadi weyno, labada taraf ee kale mid unbaynu ku dhacaynaa. ama tarafkaa fawdadaynu taagnaanaynaa, ama tarafkaasi
dictator ka baynu taagnaanayna labadanna binaadamku inta badan wuu kala tallaabaa mar hadduu xaqa garan waayo ama fawdu ku dhacayo wuu dawakhaa markuu hadhow wareerana wuxuu aqbalaa dictator inuu qabsado wuxuu dhahaa wartan wax waliba waa dhaamaanaan mar uun ka baxno ka kale markuu qabsado nafta isugu keerana waxay dhahdaan kan wax waliba waa dhaamaanaan ku boobno marka labada dhan mid uun buu taagan yahay si labadaba waxa lagaga badbaadaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala tiisa la raaco saa awgeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina farayaa inaynu ilaahay diintiisa qaadanno kow oo iimaan laynaga helay iimaanka asal u ah nabadde laba inaynu qiyaalo alamru bilmacruufi wannahyi cani lmunkar xumahana iska reebno xuma iska reebku waxa weeyaan wixii masaalixa ummaddu aanay ku jirin adduunya aakhira toona in dadka laga celiyo wixii dadka adduunkoodii aakhiradooduba ay ugu jirtana in dadka la faro saa awgeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu xadiidka saxiixa ku tilmaamayaa intuu seexdo kacay buu wuxuu nabigu leeyahay laa ilaaha ila allah weylun lilcarab min sharin qad ikhtarab carab halaag baa u sugnaaday balaayaa soo dhowaatay buu nabigu tilmaamay yaajuuj iyo wamaajuuj baa meeshoodii wax laga dumiyey markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam in mashaakil iman iyo fitna iyo imtixaan buu tilmaamay haweenkii nebiga mid ka mid ah waxay ku tidhi afanuhlaku wafiina asaalixuun oo miyaana halaagaya miyaanu halaagsamayna iyadoo dadka saalixiinta ay nagu jiraan dad wanaagsan iyadoo joogaan miyaan halaagsamayna qaala nacam idaa kathura alkhabath buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haa hadday inta xumi badato hadday bulshadu inta xun qaban weydo oo sii dayso dabcan waa halaagsamaysaan baa ilaahay leeyay subxaanahu wa tacaala nebiguna calayhi salaatu wasalaam kaas buu adkaynaya maanta waxaa badan kathra alghawaa'iyiina waalmughafiliin dadka dadka xumaha ugu yeedhaya dadka dadka xumaha ugu yeedhaya mushkiladda waxaad ka eegtaayo keliya social mediahan bini aadamku ay dhegaystaan ama dadku dhegaysto social media waxa laga soo afuufayo bale soomaalidu waa dad dhibtoodu ay ka gedisantay dadka kale social media haddaad eegto dadka ugu badan ee la dhegaysta waa intan waalan uma dadkeeda waa la dhegaysataa ma jirto ha soomaali ahayni dad waalan oo lagu odhanayo wuu waalanyay ayaa haddana wuxuu yahay dadka loogu dhegaysi badan yee la dhegaysanayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa amni haddaynu rabno inaynu ilaahay raacno kow inaynu caqiide saliima qabsanno xejisanno laba inaynu alamru bilmacruufi wanahyu cani lmunkar samayno saddex inaynu nimcadaynu haysanno markaasi ku shukri noqno waitaadana rabbukum lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid wadaraba allahu mathalan qaryatan kaanat aaminatan mutma'inna yaatiiha risquha ragadan min kulli makaan fakafarat bianucmi illah ilaahay wuxuu tusaale inoogu tilmaamay magaalo nabad qabtay oo deganayd oo arsaaqdeedu meel kasta uga imanaysay laakiin ilaahay nimcadiisii ku kufriday faadaaqa allahu libaasa aljuuci waalkhawf oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dhadhan siiyey huga cabsida iyo gaajada hugooda rabbi dhadhan siiyey walaqad jaa'ahum rasuulun minhum fakadabuuhu faakhadahum alcadaabu wahum dhaalimuun ayuha alaxiba waxaa ka mid ah waxyaabo badan oo sharcigu inoo tilmaamay oo haddaynu ilaahay diintiisaasi si dhaba u qaadanno oo waxay sheegaysa yeello waa sida quraynu nabad ku heli karno baryo galbeedtoona nabad ma soo wadaan jaar iyo kuwa kaa fogitoona kuuma soo wadaan dunida ayna soo gaadhiyo duni ku soo gaadhayso adiga ku danaynaysa ma jiro adna ma tihid ilmo caruura oo wasiyo u baahan iyo cid gacanta qabata caruurtaa la yidhaahdaa caqligoodu kuma filee sharcigu wuxuu yidhi cidi ha ka mas-uul noqoto ma caruur baynuna cidi ka mas-uul tahay markaa oo umamka caalamka iyo dunidaynu u yeedhaynaa haddaynan qaan gaadhaynin waa lagu gumaysanayaa lagaa mas-uul noqon maayo ilaahay ha loo toobad keeno oo dembi dhaafa la weydiisto
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين قال تعالى في محكم تنزيله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا أيها الأحبة وحيابا إلهي القرآن كي سوكت المام يؤيد الجناشيه كي ما ضه وحكم إذا استقرار كسياسية ومدينة كلا الدم بيسه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ورنت إيمانك لقاها ليو ألا إيا الرسول كي با أطيع إنت تلد إذن هاي سنة أطيع بن آدم كتللو مديبه هدي أنو طاعية لنين ما ملان طاعة لهين الدنيا كما تشيره دولة دار رقب بيد وحيابه يكو قول استين وحكم دا وحي أقبلين ما ملكستو أي سميستان أي طاعة ولا يمادان هدو يكو دولة ديت هدو يكو شركة ديت هدو يكو كهوسية هل مالا أمبي قفينو ما ملكي دا ودي دارينو مضحي يشو ماشي أسنوي كبربورين قلبك ماشي قران ما مولا هي وغريا سلامتي اودي هو سيبين منك كلام ما مولا غرغنا هو باباي واي ما مول بانو لا هي كلا دمبين مالي نولش انت كلا واي غرتين كلا دمبينو ييلان تاسي اومي ييلين الهي وحينو تلماميا نولش او دمين كلا دمبين ييلاتو هداي ما دحد قلدنتو اما ودد الله هي اني سحن قنين الهي وحلي فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ورهذا مرنتانا وحسكو قبطانا اسدل لما أردنين إلهي يا رسول كيسي وحيد شيقي ينصر نقضى الليل كاسي هن نقضى وحيد كلا سارة هذا لي الرسول فرميسنتي إذا محن نبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام حديث ربضا إن ولي الأمر وما عدة وحما مشائنا يطاع على يضحي وحكى له المامي أمانا إن يتويسنا وكصابحه وحكى له نبغو تلمامي عدنا ما ندى قاضي كرنين لو ديبن سمال دو حي عام كتاي كي أرغى خلقو ستابي قلو درا تابي دادار ريركو كوكا قوستابا لحق ما ملك الله درا وحانا لدوني يين لقول استو ميدانا داد بو حاقة وديبتين بادل دا وحاو مده لو ديبن تعاقل كي يسلطان كي يوضيو كوانو يسقو حوله سجار كاكو آمنين ويدها ومد إلهي وحي لها دوردن هلو آمنو وظلمي كالي سورة قل ما هين اي دعضو بل إيه إسقو طاعة وعبادة بدن أيو هدو كرتد دري يالو دي بينام هدانو مامول كاقو نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام سحابة دي سر ركب مدا وكت المام يينو ننك وغو هذا العدو يهي بالذر أي نبي كيدي أدوك ضعيف باته إسكدا مامولك لا تأمرن على اثنين لبها أطالين نبو نبي كيدي متك بدن داي لبها قف إذن هدي اللوائيو ومد عدة دوران سهدين نقوم ويدو عدة كوكو منايد ينوى عدم الاستقرار دقناشية هو اللوائي وحكا لو دقناشية اللوائي عدة مامولك هايسا هدي عدالة دكتكتو حكم كعدالة ديسة بقالها عدالة ديسة العدالة في التوزيع وما دينا يسس من وحسيسه هدي مالن بينو دهنا ومالن طيدي ولا يدا مالن برير هبوبو دبتنا رير كاسي قر إيه قر دربة والدفاع وقشراني كاسي إنه ماشى فرديه ويا وحيل الدودي مر بين ربانية هنا إنه ماشى بوبان هدي تاتا هنا قولي سن مينو استقرارنا تشري مايو لكن وح استقرار تشري إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون
waxa ilaahay nagu waaninaya hadaynu aqbalo akhiran waxaan ku gabagabeynayaa muqawamaadka waaweyn waxa kamid ah inta wax qorta iclaamka ku jirtaana inay ilaahay ka baqato iclaamku waxyaaba ummadaha roga beentan badan ee la faafinayo warkan aan la hubin ee la akhrinayo waa waxa dadka dabagadiya iclaamka hal tusaalankaasi wuxuu samayn karo نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وأمين من في السماوات وفي الأرض الصادق الأمين قال لمدي أما مرتان دين تكسو دقين لغوية قاني إنه الصادق الأمين هي قبل البعثة إيه أنت وحي كسو دقين بعانك وها أي قريش وحي كتشتي إنه وركفا فيها warkay ka faafinayeen waa maxay waa inuu nin waalan yahay dadka kii u caqli badnaa ee ilaahay ba doortay ee bashar oo dhan inta rabbi eegay allahu aclamu xaysu yajcalu risaalata uu dad oo dhan ka doortay ee haddana dahire qalbigiisa jeexaya nadiifiyey ee haddana waxyi ku soo dejiyey ee jidka quman ilaahay u tilmaamay uu ku tilmaamay basharka ka u khayr badan inuu yahay ayaa miidiyuhu wuxuu u go'aansaday in dadka loo sheego inuu waalan yahay dabeetana dacaayadaasay faafiyeen saxaabi damam la yidhaahda wuxuu leeyahay magaaladan soo galay dabeetana sidii warka laygu waday hareeraha dadka magaalada maka kaga imanayaan baa loo sheegaa nin waalan baa magaalada jooga oo dadka sixri ah yuu ku dawakhinaya iska ilaali haddaad u tagta annagaa tolkiyo oge magaaladan soo galay buu say warkii igu wadeen ayaan isidhi buu yuhi markii dambeysa idhi buu yuhi warmalaa ninkani wuu xanuunsanayaaye bal ma isku daydaa inaad daweyso nebi maxamed buu yimi wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ilaahay rasuulkiisii ayuu wuxuu ku leeyahay war waxoogaa baan dadka ku tufaa madaxa looga jira e ma kugu tufaa waxoogaa yacni wuxuu rumaysanyahay inuu waalan yahay oo u baahan yahay in wax lagu tufo dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam markaas buu la hadlay markaa kadib buu ogaaday da inaanu ninkaa waxaan ku hadlayaa nin waalanahay ow islaama waxaan uga dan leeyahay haddii nebi maxamed loo inta dad u shiro la odhan karo wuu waalayo dad laga dhaadhicin karo inteenna kalena inayn waalanay waa laynaga dhaadhicin karaa iclaamku markaa imaa inuu mufsid yahay oo dadka fasahaadiyo iyo inuu khayr ka shaqaynayo oo alamru bilmacruufi wanahyi cani lmunkar uu khayr sheegayo waxaan soo sheegay oo dhan iyo kuwo kaleba qur-aanku in badan buu ka warramaya wuxuu ku tilmaamayaa inay yihiin muqawamaat alamn walistiqraar waxyaabaha keensada in nabad iyo deganaanshiya la helo haddaynu muqawamaadka diidno diidnana inaynu ilaahay kitaabkiisa raacno isku xukunno nabad heli mayno waxaynu helaynaa waa labada dhan un inaynu kala dooranno kolba kaynu ku dhacayno labada dhan un inaynu kala dooranno saacadna inaynu fawdada joogno iyo isdilka iyo boobka iyo dhaca saacadna inaynu joogno maxay mid dictatora oo markaa dadka tumo oo dhib u geysta labadaa daraf unbaynu abi taagnaanaynaa doorashadeennuna labadaas unbay joogtaa waxaa qudhay aynu qumanaan karnaa haddaynu aqballo ilaahay kitaabkiisa inaynu raacno haddaynu taa aqballo dad badan oo dadkeenna ka mid a aaminsan haddaynu kitaabka raacno waa lumaynaa haddaynu kitaabka raacna gaalada ayna maagaysaa armaaba la guulaysan waayaa shaka ku jira dee kitaab waraar maynu guulaysan weyna idan markaa hadday taasi timaadana dee iimaankeennaa dib loogu noqonayaa bal caqiidadeennu sax ma tahay iyo waxaynu rumaysannahay taas baa imanaysaa haddaynu wixii alle inoo soo dejiyey wa huwa alkhabiiru alcaliim axkamu alxaakimiina oo aan su aqoontiisa wax la mida ilaahay aanu jirin khibradiisa wax la mid aanay jirin naxariistiisa wax la mid aanay jirin xikmadiisa wax la mid aanay jirin haddaynu isaga ku kalsoonaan weyno ma waxaynu ku kalsoonaanaynaa afar qof oo intaynu meel u saarna aynu idhaahno waa khubaradii galbeedka ka timi oo waxba inoo qorayaan iyaga ayna hanuuninaya bini aadamka u fiirso rabbu samaawaat ayaa waxaad ka dooranaysaa guddi bini aadam oo meel la fadhiisiyo la yidhi wax qora mahma kaanu wadaad iyo wamin waxay doonaan ha noqdaan odo iyo suldaan iyo kuu doonaya ha noqdo war ma bini aadam baad ilaahay dhinac dhigaysa aad ka shakisan tahay ka bini aadamku inuu ka fiican yahay ka rabbiga
ربنا وحك لي ور كتاب بكوسود تشي الرع رسول هدايد انت ما دو وايات كي قايدين شيغان فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأقم الصلاة.